يبحث الإسباني ماتيو جارالدا المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد بنادي الزمالك عن أول ألقابه مع كتيبة الكوماندوز، وذلك من خلال بطولة السوبر المصري التي انطلقت اليوم السبت ويتنافس على لقبها الزمالك وسبورتينج والأهلي. وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع ماتيو جارالدا المدير الفني المخضرم لقيادة فريق كرة اليد الأول بالقلعة البيضاء خلفاً لمواطنه الإسباني أوليفر روي الذي قاد كتيبة الكوماندوز في الموسم الماضي وحقق 4 بطولات. وتتمنى جماهير القلعة البيضاء أن يسير المدير الفني الإسباني على خطى سابقيه مع كتيبة الكوماندوز وقيادة الفريق إلى منصات التتويج في أول بطولة بالموسم الجديد، لتكون بداية المشوار للفوز بجميع البطولات، خاصة أن فريق يد الزمالك لا يعرف إلا لغة البطولات والألقاب، فهو زعيم كرة اليد المصرية وملك الساحرة الصغيرة في القارة الإفريقية. ويمتلك جارالدا مسيرة مميزة في كرة اليد العالمية خلال مشواره التدريبي، فهو ابن المدرسة الإسبانية أهم المدارس التدريبية في الساحرة الصغيرة بفضل النجاحات الكبيرة لمدربي كرة اليد الإسبان في جميع القارات. وكانت أولى محطاته ماتيو جارالدا صاحب 53 عاماً مع فريق غوادالاخار الإسباني عام 2012 بعد الاعتزال مباشرة، وقضى معه موسمين، وبعدها انتقل لقيادة فريق شتينيتسا مونيكييلي الروماني لمدة موسم قبل أن يحط الرحال في قارة أمريكا الجنوبية مع منتخب تشيلي عام 2016 ليصنع نهضة المنتخب اللاتيني ويضعه على خريطة الساحرة الصغيرة عالميا بالمشاركة في آخر 3 نسخ من بطولة العالم لكرة اليد، محققا أكبر إنجاز في تاريخ كرة اليد في تشيلي بعدما وصل للمركز 16 في مونديال 2019، وهو أفضل ترتيب في تاريخ منتخب تشيلي ببطولات العالم. أما عن مسيرة جارالدا لاعبا فحدث ولا حرج، حيث بدأ مشواره مع كرة اليد عام 1986 في نادي جرانوليرس، ولعب لعدد من الفرق الإسبانية أبرزها أتلتيكو مدريد وبرشلونة، كما خاض تجربة احترافية مع نادي كولدينج كوبنهاجن، واختتم مسيرته في صالات الساحرة الصغيرة مع فريق غوادالاخار الإسباني عام 2012، وحقق عددا من الألقاب مع الأندية التي لعب لها أبرزها التتويج بالدوري الإسباني 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 6 مرات، وكأس إسبانيا 3 مرات، والسوبر الإسباني 3 مرات، وكأس الكؤوس الأوروبية 3 مرات، بالإضافة للفوز بالدوري الدنماركي. وكان جارالدا من نجوم الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا، وخاض معه 233 مباراة، سجل 593 هدفاً، وتوج بلقب بطولة العالم 2005، وحصل على جائزة أفضل ظهير أيمن، وحقق فضية بطولة أوروبا 3 مرات، والميدالية البرونزية مرة، كما حصل على الميدالية البرونزية في الأولمبياد 2 مع منتخب إسبانيا. ارتباطات كثيرة ومنافسات قوية تنتظر الإسباني ماتيو جارالدا مع كوماندوز يد الزمالك، بحثاً عن كتابة اسمه بحروف من ذهب والفوز بأول لقب في مسيرته التدريبية والصعود لمنصات التتويج مع فريق الكوماندوز الذي لا يعرف إلا لغة البطولات والألقاب.